السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمنتزه تم إنشاؤه في السنوات القليلة الماضية في ولاية سطيف، واللي يقع في ولاد تبان. إذن وهذا المركب الحموي يعتبر منتزه لأنه فيه عدة مرافق ترفيهية لجميع الأعمار خاصة الأطفال منهم، وفيه حتى ملاعب كرة قدم وملاعب رياضية وفندق اللي هو الزوار، وكذلك حمامات. إذن هذا المركز أو المركب الترفيهي والحموي وللعائلات خاصة تم افتتاحه هذه عام أو عامين في بلدية ولاد تبان، إذن في ولاية سطيف. ونخليكم تابعوا الفيديو للتعرف على هذا المكان الرائع اللي يقع في وسط طبيعي جميل جدا. نخليكم تابعوا الفيديو حول هذا المرفق. هو السلام عليكم.